قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولذا ذكر بعض المفسرين تحت هذه الآية آية الإسراء أنه إذا مسهم الضر في تلك الحال يأخذون أصنامهم ويقذفون بها في البحر ويلتجئون إلى الله عز وجل، دل على ضعف هذه المعبودات. ولذا بعض الصحابة ممن هداه الله عز وجل هداه الله عز وجل إلى معرفة الصواب من أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. ولذا كان أحدهم لما رأى صنمه قد فعل ما به ما فعل في إلقائه في القاذورات أخذه وطهره، في نهاية الأمر جعل سيفا وقال: إن كنت إلها فدافع عن نفسك. فجاء في اليوم الذي يليه وإذا به قد بال عليه ثعلبان، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ظل من بالت عليه الثعالب. هداه الله عز وجل. ولذا قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آلهة من أين تؤخذ؟ من الأحجار، من الأشجار، من الأرض. أم اتخذوا، هذا فيه بيان لبعد أفهام هؤلاء عن منطق العقل والتفكير والتذكر